معلش الجو حر، معلش بس معلش، ممكن تساعد اخوك ان هو يجيب تكييف وربنا يكرمه وتعمل لايك او تعمل سبسكرايب، او حتى كمان تساعد اخوك ان هو يعني ربنا يكرمنا والقناه تعلى او تحصل اي حاجه. بص يا صديقي، في البدايه انا هكلمك بهدوء بكل منطق وبكل اريحيه. هل بارتيم وكومان عندهم مشروع؟ احنا ردينا على سؤال ابن الجزمه ده 7000 مره. انا كنت متفائل جدا بكومان، كنت شايف ان الراجل ممكن يصلح المايله، بس كنت شايف برضو ان ما فيش فلوس. يعني نعمل صفقات ازاي؟ يعني نعمل صفقات بالحب يعني عادي؟ غير ان اللعيبه عندنا سبحان الله الانديه تتفاوض معاك تقول لك عايزين 70 مليون، تروح تبيع مانشستر يونايتد 50 مليون يا جماعه، طب معاكم 45. طب ممكن نقسطهم لكم اللي هو يا جماعه، طب اشمعنى طب لما اللعيب برشلونه تتفاوض معاه يقول لك عادي 70 وعادي 80؟ ليه؟ اصل في رئيس سيري مغفل بيضحك عليه وبيشتري اي لعيبه. طب يا عمي حلو فينالدوم، اللي هو انت هتروح تجيب فينالدوم علشان خاطر هم عايزين يبيعوا فينالدوم علشان خاطر يروح يجيبوا تياجو الكانتارا؟ اللي هو لا، في مشروع رياضي مع بارتيم الحمد لله، بس المشكله كلها مش المشروع الرياضي، المشكله كلها في ميسي. ميسي دلوقتي الموضوع بالنسبه له بقى واضح، في 300 مليون عجز في الموازنه بتاعت بارتيم، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. 300 مليون دول هيتحلوا ازاي؟ نبيع ميسي ب 200 وال 100 مليون ناخدها من اللعيبه اللي هنزلوا عقودهم، علشان خاطر اللعيبه دي عارفه ان هي لو قررت تمشي مش هتلاقي حد يشتريها زي بيكيه وزي بوسكيتس وزي الرجاله دي، علشان خاطر اللعيبه دول خلاص بقى فرز تاني، مفيش حد في اوروبا عايزهم، فلو فكروا ان هم يروحوا انديه هيروحوا الانديه متوسط الجدول وهيبطلوا كوره في انديه، عارفه بلاش خدي كام برشلونه احسن. واحد بالنسبه لنا دينا بنلعب اسيين، وحتى لو ربنا كرم حد وقعدنا دكه نعمل مؤامرات عليه ونمشي وعادي، الكلام ده برشلونه زي الفل. بس المشكله بقى ان الكلام ده كان بيلبس ميسي في البدايه، لو ميسي كان بيتلطف اي حاجه، فالفيردي مدرب سيء ميسي اللي جايبه، فالفيردي ما يمشي ميسي اللي عايز يقعد، عثمان ديمبلي فشل ميسي اللي عايز يمشي ويجيب نيمار، اي حد بقى ميسي اللي عايز يدرس ميسي يمشي عشان سواريز، سواريز يا بيه. بص يا صديقي، في البدايه لو هتطلع اي عربي اعلام وخليته يقعد يسمع عليه فتره طويله جدا، احتمال يصدق كمان ان اللي موجودين في بيته دول مش ابوه وامه، فمش هيقعد يشتم على ميسي ويقعد يخبط عادي يا معلم. ما بالك بقى اعلامنا العربي بيضحك علينا وبيبين لنا حاجات عكس اللي احنا عايشين فيها، فما بالك بقى بالاعلام الاوروبي والاعلام الاسباني؟ انت واخد الموضوع ثقه، الكادينا، مارسيلو لورينكي، سبورت، موندو سبورت، اي حد بيتكلم في قضيه ميسي انت واخده ايه؟ راجل ده مصدر ثقه. عمرك سالت نفسك هل بارتين والنونيستا عندهم ابواق اعلاميه؟ دي حقيقه عندهم ابواق اعلاميه. من ايام نونيز الاكبر وهم كانوا بيوفروا اعلام قوي يحافظ على مشروع النونيستا ويحافظ على ان الفرقه لازم تكون اقتصاد ولازم تكون شعارات ممتازه زي اكبر من مجرد نادي. الشعاره اللي كان واخده بارتينو في الحمله الاعلاميه بتاعته ولسه حاطينها دلوقتي، يقول لك اكبر من مجرد نادي، يقول لك عارفين اكبر من مجرد نادي، يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نتكلم على ميسي وما ينفعش ان احنا نقول ميسي يقعد ولا ما يمشيش، احنا اكبر من مجرد نادي. ده شعار يا بابا. ما بارتيمو كان بيقول ان هو احنا هنعدي المليار، عدينا المليار، احنا نزلنا تحت المليار اساسا. بارتيمو كان كل شويه يقول لك ايه؟ سنكون النادي الاكثر ربحا في العالم. وسبحان الله يا اخي احنا هنعدي المليار وبندفع للعيبه ميتها 500 مليون. لو في 500 باقيه ثانيه بتصرف على الفرق الفاشله جوه النادي اللي هي اليد والسله والحاجات دي، بس عادي ما عندناش اي ازمه ولا عندنا اي مشكله. انا قلت لك الموضوع بتاع الانتخابات بتاع برشلونه موضوع سهل وبسيط، اتفرجت على فيلم محمي خلق، اتفرجت على حسن حسني لما وحيد سيف الله يرحمه يقول لك انا ممكن لو ابن وزير امشيه، بس ابن ده ابوه عمده، يقول يعني ابوه بيتحكم في 30000 صوت، قلت 30000 صوت دول بالظبط اللي جابهم نونيز معاه النادي من السبعينات لحد بدايه الالفيه، فال 30000 عضو دول بارتيمو وبارتيمو، نائب بارتيمو ونائب بارتيمو، وعيله بارتيمو وعيله اخت بارتيمو الكبير، اخته بارتيمو الكبير، 30000 صوت جاهزين في اي حاجه. للامانه بيحضر 28 ألف 26 يعني في 2000 واحد احتمال يكونوا ماتوا من السبعينات لحد دلوقتي، فموضوع الانتخابات مش باين اوله من اخره. فمستقبل برشلونه الانتخابي ما حدش عارف الدنيا بالنسبه لنا رايحه فين. فيكتور فونت ممكن يكون عنده شويه اريحيه. لابورت مش عايز زي ما اقول لك ان لابورت خسر بمصيبه اساسا قدام بارتيمو في 2015، واحتمال لابورت اساسا يخاف على نفسه ان هو ترشح. بس المشكله كلها دلوقتي ان كل مرشحين برشلونه عايزين ميسي يمشي وببلاش علشان خاطر يستغلوا الموضوع ده ضد بارتيمو، اللي هو يا اسطى انتوا بتحبوا النادي؟ بنحبه بس بنحب كرسي اكتر. اللي هو يا جماعه طب في حد فيكم بيفكر يعمل اي حاجه؟ احنا نحاول نسحب السكه من بارتيمو ليه؟ لان انتخابات مؤكده، احتمال ربنا يكرمنا وحظنا يجي ويمسك النادي. طب يا جماعه بالنسبه لمستقبل الفريق الرياضي؟ لما نيجي الاول. طب يا جماعه هنجيب مين من اللعيبه؟ طب يعني ما فيش حد فيكم كده محترم يدي لبارتيمو ويقول له دي لسه لعيبه يتعاقد معايا علشان خاطر انت ما عندكش برنامج رياضي او ما عندكش اي حاجه، دي لسه تلحق الفريق من الانهيار؟ قلت لك لما نيجي اهم حاجه بالنسبه لهم لما يجوا هم، لما ما يجوش بقى النادي يولع ويهبط درجه ثانيه وما ينافسش على بطولات ولا اي حاجه. طب ايه رايكم في قضيه ميسي؟ ميسي يمشي ليه؟ ما هو ميسي لو مشي في كلا الحالتين هيكون مين اللي ماشي؟ بارتيمو، نائب رئيس بارتيمو، نسبه النجاح بالنسبه له هتكون ضايعه، يبقى ايه؟ يمشي وخلاص داهيه. طيب يا جماعه لو ميسي مشي مجانا النادي مش هيكون فيه فلوس؟ عادي ما عندناش مشكله.
مشكله، احنا بعد ما البارتين ويمشي هنيجي ويكون معانا الممولين بتوعنا ومعانا شركاتنا، لان كلنا رجال اعمال والنادي معروف ما بيمسكوش غير رجال اعمال والاداره كلها بتكون رجال اعمال، فكلنا هنعرف نشيل النادي. فازمته اقتصاديه وبالمناسبه تتكتب كده في تاريخنا ان احنا شلنا النادي بعد ضرب البارتين. طب يا جماعه بالنسبه لام الفرق اللي بيغور في 60 ده يا جماعه، قلت لك يا ابني اهم حاجه بالنسبه للناس دي الانتخابات وعد الانتخابات يا حلال ربنا. بيفكرون بفيلم ابو كرتونه بالظبط اللي هو قبل 1/7. طب بعد 1/7 في الغرف ده انا ملاقي. طيب ايه بقى المستقبل بالنسبه لنا كمشجعين برشلونه؟ يعني ادينا بالنسبه لنا راح فين؟ والله ادينا بالنسبه لنا ما حدش برضو عارف، يعني ادينا بالنسبه لنا كمشجعين غير على فين، يعني احنا زينا زي الناس دي. هل نشتري لعيبه؟ والله هو النادي بيفلس وما عندناش فلوس، ف طب هنجيب مين مثلا؟ هو كومان واضح ان هو كان جاي يمشي ميسي، وهو ناجح ان هو يمشي ميسي لان ميسي خلاص زهق. وغير كده اصل كنا بنتكلم في الاعلام على امتيازات اللي واخدها ميسي، اللي هو امتيازات يا جماعه ده ميسي كل شويه بيطلع يتكلم على ان اللعيبه محتاجه تجديد والفريق محتاجه تجديد، ويا جماعه كده مش هينفع واللي بيحصل معانا ده غلط والموضوع مش موضوع مدربين. وميسي لما كان بيتكلم على الموضوع مش موضوع مدربين ما كانش بيتكلم على فيردي اكتر ما كان هو بينتقد اللعيبه واكتر ما كان بيطالب من الاداره ان هو يا جماعه محتاجين اصلاح، بس لا كان بياخدها ساعتها ان ميسي هو اللي بيحافظ على فيردي. اللي هو لما ميسي طلع قال قبل الماتش يا جماعه احنا ممكن نخسر والموضوع بالنسبه لنا سهل جدا احنا نطلع، قال لك لا ميسي بيحافظ على اللعيبه. حتى لما ميسي قرر يمشي قال لك اصل عايز يمشي عشان خاطر سواريز، قلت لك والله قلت لك لو جبت لك اعلام وحطيته عليك طول ال 24 ساعه وقال لك اللاعب في البيت ده معاك مش ابوك، هتقول والله ما ابويا. فدي لعبه بارتيمو اللي بيلعبها في الاعلام، ولعبه بارتيمو عارف يكسبها كويس قوي يا راجل، ده حتى عارف يكسب نفسه ويصدق نفسه انه فعلا في شرط جزائي في عقد ميسي بكام 700 مليون. قالوا يا جماعه الشرط الجزائي ده كان اول 3 سنين، السنه الرابعه بتكون اختياريه لميسي، عايز يقعد خير وبركه، عايز كمان يجدد موسمين تاني عادي، انما مش عايز يقعد ومش عايز يجدد هيفعل البند رقم 24 في عقده اللي هو بيطلع مجانا بعد نهايه الموسم. القصه كلها ان بارتيمو قاعد يضحك على الناس وقاعد يقول للناس ان انا مش هبيع ميسي غير بفلوس، هو قاعد يضغط على ميسي عشان خاطر عارف ان الموسم قرب، الموسم الجديد قرب، فميسي لازم يقعد معاه على طول مفاوضات عشان خاطر يتفقوا على مبلغ مالي يتبعني. بس المشكله كلها السيتي مش هيدفع اكتر من 100 مليون. انا مشجع مانشستر سيتي وعارف الدنيا ماشيه ازاي في السيتي، كان في بادجت 300 مليون داخلين جوه الماركات، هنخش نجيب كاي ونخش نجيب فيران توريس ونخش نجيب كولوبالي واحتمال كمان نجيب بونوتشي. كولوبالي وبونوتشي الفكره بالنسبه لهم باظت لان بونوتشي مش عايز يمشي من اليوفي، وكولوبالي رئيس النادي كل ما يصحى من النوم يقول لك مش هبيع، لا هبيع، لا مش هبيع، لا هبيع. فده بالنسبه لكولوبالي ما بقتش واضحه. فدلوقتي موضوع ميسي بيب جوارديولا ميسي حاله داخلين ماركات 300 مليون، مش ما ينفعش ان انا اخلص 300 مليون دول على لاعب. فاعتقد ان ميسي ممكن سيتي اقصى عرض ممكن يعرضه 100 مليون زائد جارسيا زائد برناردو سيلفا. ليه برناردو؟ لان برناردو عامل موسم زي الزفت، طبيعي ان برناردو يتباع اساسا. برناردو اتقال عليه السنه فاتت ان هو سيزون اندر والكلام ده، فبرناردو عادي جدا ان بيبي يضحي بيه. طيب ان برضه بالنسبه لنا كمشروع دفاعي، احنا مش هنجيب لك فينالدو يا ابني، جايبين لك بيانيتش، انت عايز حاجه ثاني من الدنيا؟ طيب القصه دي تفضل طويله، والله تفضل طويله لحد ما ربنا يكرمنا ونسيت تبدا تطلع موهوبين، علشان خاطر الموهوبين اللي كانوا بيطلعوا كان بيبيعوا من بارتيمو بمليون وكان بيفرح قوي ان اللعيب جاله نص مليون من باريس سان جيرمان. بيع يا ابو بيع يا لطفي، لو يخرب بيت امك على بيت ام ما تسكك النادي، بس عادي ما عندناش اي مانع. ادارته لسه من زمان اهم حاجه بالنسبه له مشروع اقتصادي، واهم حاجه بالنسبه له النادي يكون معاه فلوس، بس معاه فلوس بقى يعمل بيها ايه؟ الله اعلم. احنا محتاجين نجيب مدير فني عنده رؤيه، هل كومان عنده رؤيه وهو ممكن يحل الموضوع الناس برشلونه ده؟ والله ولا لما رجعت لتاريخ كومان في ايفرتون اكتشفت ان الراجل ده اسمه ما شاء الله مع الادارات اللي معاه فلوس وبيروح يشتري بيشتري لعيبه فاشله وبيعالهم دكه وبيكونوا هيهبطوا. ف احنا ربنا نوصل الانتخابات بسرعه بقى عشان خاطر ما فيش حل بجد غير الانتخابات. اما ميسي فاعتقد ان ميسي راح لا محاله. اما بارتيمو فحسب الله نعم الوكيل في الساعه اللي جابت ساندرو سيل النادي وجابت معاه بارتيمو، وان شاء الله باذن الله الاثنين يتحبسوا قضيه نار.